بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تناولنا في الحلقة السابقة الكلام على قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، أي شيء يمنعكم من أن تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين، جمع مستضعف، وهو الذي لا حيلة له في التخلص من الكفار. فالله يهيب بالمؤمنين في أن يخلصوا إخوانهم من قيد الكفار وتسلط الكفار الذين يفتنونهم عن دينهم ويعذبونهم بسبب إيمانهم، فإن هؤلاء لهم حق على إخوانهم المسلمين في أن يسعوا في إخلاص في تخليصهم من يد عدوهم، وأعظم وسيلة لتخليصهم هي الجهاد في سبيل الله، قتال هؤلاء الجبابرة الذين تسلطوا عليهم واستضعفوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بشأن المستضعفين، فكان يقنت في صلاته في صلاة الفجر ويدعو لهم بالنجاة من الكفار، ويكرر هذا عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن المسلمين يهتمون بإخوانهم الذين هم في قبضة الكفار ولا يستطيعون التخلص منهم، وذلك بالدعاء لهم بأن يخلصهم الله وبالجهاد لعدوهم الكافر الذي تسلط عليهم ليفتنهم عن دينهم. وهذا أحد أغراض الجهاد في سبيل الله، وهو دفع الظلم عن المسلمين وتخليص المسلمين من سلطة الكفار الذين يقولون، يعني هؤلاء المستضعفين يقولون ربنا، يدعون الله عز وجل: أخرجنا من هذه القرية، وهي مكة، لأن المستضعفين كانوا في مكة وكان الكفار في مكة تسلطون عليهم غاية التسلط منذ بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والكفار يتسلطون على المسلمين. ثم إن الله أذن بالهجرة لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه ممن استطاعوا الهجرة، لكن بقي هؤلاء المستضعفون الذين لا يستطيعون الهجرة وبقوا في أسر عدوهم الكافر، فيدعون الله عز وجل. وهذا فيه أن المستضعف لا يسكت ولا يرضى سلطة الكفار، بل إنه يكثر من الدعاء في أن يخلصه الله من هذا العدو. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، فهذا فيه مشروعية الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. وإن كانت البلد فاضلة، فإن مكة هي أفضل البقاع وأحبها إلى الله، لكن لما كانت تحت سلطة الكفار فإن الله جل وعلا أوجب الهجرة منها فرارا بالدين. فهذا فيه دليل على أنه إذا تعرض الدين للخطر فإن المسلم يخرج منه، ولو كان يحب هذا الوطن، لو كان يحبه، لكن يقدم
ما يحبه الله عز وجل. من هذه القرية الظالم أهلها، ما قال القرية الظالمة، لأن مكة شرفها الله، هي بلد الله، وهي ليس فيها، وهي ليست ليس الظلم صادرا منها، وإنما صدر من أهلها الكفار. الظالم أهلها يعني الكفار. ثم قالوا واجعل لنا من لدنك وليا، أي مناصرا ينصرنا من هذا الضعف وينقذنا من هذه الحالة. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، وهذا داخل في الموالاة، لأن الموالاة تعني المحبة وتعني النصرة والتأييد. اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، لكنهم نصوا على النصير وإن كان داخلا في الولاية، لأنهم بحاجة إلى هذا، وهذا يكون من باب التأكيد. ثم بين سبحانه وتعالى أن المؤمنين يجاهدون في سبيل الله، وهذا تشجيع لهم وتنشيط لهممهم، فإنهم إذا علموا أنهم يجاهدون يقاتلون في سبيل الله فإنه يهون عليهم ما يلاقونه من المشقة، وما يضيع عليهم من الأنفس ومن الأموال في قتال الكفار، لأن هذا في سبيل الله عز وجل، والله جل وعلا يعوضهم خيرا منه عاجلا وآجلا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، فهذا فيه وجوب إخلاص النية في الجهاد في سبيل الله، وأنه لا يكون للمؤمن قصد إلا وجه الله عز وجل في هذا الجهاد. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، وهو الشيطان والباطل. الطاغوت هو الشيطان والباطل، سمي طاغوتا من الطغيان، وهو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا بيان في بيان من الله سبحانه وتعالى بنوايا الكفار في قتالهم، وأنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، وبالتالي يكون مآلهم الخسارة، كما قال سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكل من المؤمنين والكفار يقاتلون، لكن فرق بين القتالين، هذا قتال في سبيل الله وهذا قتال في سبيل الشيطان. وفيه أن الكفار يستميتون لنصرة الباطل ونصرة الشيطان، ولهذا يخرجون للقتال ويبذلون أنفسهم وأموالهم ويتفانون في ذلك، لأنهم يناصرون الباطل، وهذا شيء مشاهد من الكفار، لأنهم يستميتون في نصرة الباطل، لأن الله زين لهم هذا عقوبة لهم، وهو خسارة عليهم، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.